يقول هذا السائل يا سيد أحمد من اليمن: ما حكم من مات ولم يحج، وهل الحج عليه واجب؟ إن كان له تركة فإنه يجب أن يخرج من تركته من يحج عنه، يعني يمون من تركته لمن يحج عنه، لأن هذا دين في ذمته لا بد من وفائه، وهو مقدم على الميراث. أما إن كان مات وليس له مال فليس عليه حج، ولكن من أراد أن يحج عنه من باب الإحسان إليه فلا بأس بذلك.